وأخيرا ظهر تقرير لجنة التحقيق الخاصة بقتل المتظاهرين بعد تأجيله أكثر من مرة، لينفي وجود أوامر رسمية عليا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، ويحمل عددا من القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية مسؤولية ما جرى، دون أي إشارة لميليشيات الحشد التي وضعت خارج دائرة الاتهام تماما. جملة من المغالطات ضمها التقرير الحكومي، من بينها الحديث عن اعتداءات تعرضت لها قوات الأمن ومؤسسات الدولة، في إشارة إلى مقرات الأحزاب التي تظاهر عندها المحتجون، ما دفع عناصر حمايتها إلى فتح النيران على المتظاهرين بحجة الدفاع عن النفس. كما أشار التقرير إلى أن أعداد الضحايا بلغ 149 شهيداً، بينهم 107 في بغداد ونحو 3500 جريح، عدد أقل بكثير مما أعلنه ناشطون ميدانيون ومنظمات حقوقية محلية ودولية وثقت سقوط أكثر من 300 شهيد و9000 جريح. التقرير أقر بأن الضحايا المدنيين سقطوا نتيجة القوة المفرطة وإطلاق الرصاص الحي، وأكد أن 70% من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، وألمح إلى ضعف القيادة والسيطرة لدى بعض القادة الأمنيين والعسكريين. ولأن ضخامة الجرائم تتطلب شماعة بحجمها، أوصى التقرير بإقالة قائد عمليات بغداد ومعاونه الأمني ومسؤولين أمنيين كبار في بغداد وذي قار وواسط والقادسية وميسان والنجف وإحالتهم إلى القضاء. وعلى الرغم من حديث التقرير عن أدلة استهداف قناصة للمحتجين، إلا أنه لم يتطرق لهوية هؤلاء القناصة، محاولة بدت واضحة للنائي بميليشيات الحشد المتهم الأول بعمليات قنص المتظاهرين، لا سيما بعد بروبوغاندا مارستها تلك الميليشيات تجاوزت كل الدلائل التي تدينها، متحدثة عن طرف ثالث مجهول أو شركة بلاك ووتر الأمريكية، كما صرح بذلك زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي. ضحك على الذقون. بهذه العبارة علق العديد من المراقبين على تقرير اللجنة، مؤكدين أن عدم إدانة ميليشيات الحشد يؤكد بالدليل الدامغ أن الأخيرة هي من تقود الحكومة التي قدمت ضباط الجيش والشرطة كبش فداء لصالح زعماء الميليشيات. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، هكذا بدأ تقرير لجنة التحقيق في التظاهرات. احتجاجات تخرج ضد الحكومة فتقمعها الأجهزة الأمنية والميليشيات، ثم تشكل لجنة من الطرفين للتحقيق في عمليات القتل. مشهد موغل في العبثية والتراجيديا، وواقع يشرح لماذا يستعد ويحشد العراقيون لموجة ثانية من انتفاضة تشرين يوم الجمعة المقبل.